السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ انا حابة اشكرك جدا لان حضرتك بجد وقفت جنبي، وانا يعني كل شوية كنت ابعت لك، وحضرتك عمرك يعني ما اتأخرت عليا وكنت دايما بترد عليا. ربنا يجازيك خير يا رب، انت وكل الناس اللي في الجروب، وكل جروب محترم. ويا جماعة انا عايزة اقول لكم التوتر، لان انا كنت متوترة جدا، ولو كنت ركزت ازيد من كده كنت هحل اكتر. بس والله انا كنت متوتره، وكان كنت سامعه دقات قلبي، والله كنت سامعاها. فانا عايزاكم يا جماعه تهدوا، وعايزاكم تتوكلوا على الله، وعايزاكم تصلوا على النبي قبل ما تدخلوا الامتحان كده، وان شاء الله خير. وانا هقول لكم ان شاء الله معظم الاسئله اللي جات لي هقول لكم عليها دلوقتي. السؤال الاول جالي سيتويشن طويل عريض، وقال لي في الاخر خالص، قال لي امراه داخله الطوارئ وعندها تنميل في الاطراف وفاقده الشهيه، وقال لي شويه اعراض وشويه حاجات. وفي الاخر خالص قال لي ايه نوع الانيميا اللي عندها؟ عندها نقص في فيتامين B12. ايه نوع الانيميا ده؟ اول سؤال. تاني سؤال جالي برضو طفل دخل الطوارئ وقرصته نحلة، ايه الشك، نوع الشك اللي داخل بيه؟ جالي برضو ممرضة عطست في الاكل، هتعمل ايه؟ طبعا هتغير الصينية. جالي ممرضة واقفة حاطة ايدها في جيبها وهي بتكلم، وهي واقفة قدام المريض او كده وحاطة ايدها في جيبها، ايه ده؟ ايه ده السلوك ده؟ ايه كان في كذا حاجة، في بازف وفي اجريسيف وفي كده، انا اخترت اجريسيف بس انا مش عارفة هي صح ولا غلط. جالي صورة طبق ومحطوط فيه عيش ومحطوط فيه حاجات، وقال لي المفروض ده هياكل بروتين، ايه؟ انا اخترت الميت اللحم. جالي سؤال بقى يا جماعة، جالي الصور كلها في الاكشن والاكستنشن والابدكشن والابدكشن، كل الاسئله يعني اغلب الاسئله جات لي، هبعت لكم ان شاء الله الصور. جالي دراع راجل، دراعه متني كده كانه بيبين عضلاته، وقال لي ده ايه؟ جالي صوره رجل متنيه كده على بطن المريض برضو، بيقول لي دي ايه يعني الوضع الرجل ده فليكشن ولا اكستنشن ولا ايه؟ جالي برضو وضع الرجل، وهي جالي الصنب، وكان جايب لي يا جماعه في الصنب ده جاب لي ما اعرفش هي هتبقى ايه، ابدكشن وادكشن وفليكشن واكستنشن. انت هتختار؟ انا اخترت فليكشن بس ما اعرفش بقى هي ادكشن ولا فليكستنشن، هما الاثنين تقريبا يعني يعتبروا قريبين من بعض جدا، فانا اخترت فليكشن ما اعرفش. قال لي اللي هي الرجل، كف الرجل ده متني لتحت، وقال لي صوره يعني، وقال لي دي ايه الوضع ده، وضع الرجل دي ايه. جالي برضو تعريف لا جالي مش جالي صورة وصوابع الرجل متنية على الكف، بيقول لي برضو دي وضعها ايه. جاب لي صورة برضو الالترا ساوند، وقال لي ده ايه يعني الست بتكشف سونار، وبيقول لي ده ايه الجهاز ده ايه. وجالي سؤال برضو اللي هو الهايبر فنتيليشن ده ايه، اللي في بقى في انكريز الاكسجين وفي ديكريز وفي لاك اوف ثاني اكسيد الكربون، دي اللي اخترتها. في برضو سؤال فول ليكويد، وقال لي كذا حاجه وفي من ضمنها الايس كريم، وانا اخترت الايس كريم. يا جماعه سؤال جديد، وان هو في جدول كده معمول، وجايب لي اربع امراض. اول مرض اللي هو دايبيتس ميليتس، وجالي مرض السكري، ومرض الهايبر تنشن، وجالي مرض الصرع، وجالي الاستروك، وقال لي وجايب لي كده المرض، ويعني بيقول لي ايه اكتر يعني المريض اللي انت هتروحي له يعني هتشتغلي معاه الاول او كده، او ان انت هتهتمي بيه اكتر او كده، فكان او ان انت هتلحقيه الاول، يعني انا مش فاكره صيغه السؤال بس بيقول لك اكتر مرض ان انت هتروحي له الاول. فالمهم ايه، كذا كذا غرفه يعني، وجايب لي رقم الغرف، وجايب لي المرض، وجايب لي الاعراض بتاعت المرض. فاكتر المرض اللي انا اخترته الصرع، ما اخترتش الاستروك، لان الصرع كان فيه كونفالجن، كان فيه تشنجات، فطبعا دي اكيد هختارها يعني، فانا اخترت دي. برضو كان جاي لي برضو CSF، عينة CSF بتسحبي الوضع بتاعها ايه. برضو جالي CSF بتسحبيها
لما يكون المريض عنده ايه؟ والممرضة بتعمل تحليل سكر لمريض. انتي دورك ايه كميديكال اسيستنت؟ انا اخترتها في كذا كذا حاجة، فانا اخترت اللي هي بريبير الاكويبمنت للممرضة، بتحضر الادوات للممرضة برضو. وفي ودورك انت هتبقي واقفه فين، والممرضه على كرسي متحرك وداخله الاسانسير، طبعا هتبقي ورا الكرسي بيهايند التشير وكده. فدي اللي انا اخترت. برضو سؤال اكيوبيشنال بيد، السرير المشغول وفي مريض وكده، فانت المفروض السرير انت هترفعي مثلا جوانب السرير ولا كذا كذا اختيار، بس اكتر اختيار انا اخترته اللي هو هترفعي الجانب المقابل للميديكال اسيستنت وهي واقفة وهي بتشتغل. ده اللي انا اخترته. برضو يا جماعة جالي كتير جدا على الحزام، الحزام اكتر اسئلة امتحاني كلها يعتبر الحزام، تمام. بس اللي انا فاكراه في حاجة طريقة نقل مثلا المريض من السرير للكرسي وهو لابس الحزام، فانا اخترت ان احنا هنعمل هاند جراسب من فوق كده هنمسك جوانب الحزام، ده برضو اللي انا اخترته واقومه يعني، وهو يسند يا اما على السرير يا اما عليكي، فهو كان ساند على السرير ساعتها فانا اخترته دي. وبرضو سؤال، انت واقفة او انت بتجيب برضو بتنقلي المريض بالحزام، والمفروض رجله يعني انت رجلك كده رجله حوالين رجلك او كده من تحت، ده يعني من الرجل من تحت، فده اللي انا اخترته، مش عارفة هو صح ولا غلط. سؤال ان المرضى بيتمشوا في الطرقة او كده، وفي مريض او في لا في عامل كب مية او كب حاجة في الطرقة، فانت هتعملي ايه؟ طبعا المفروض هبلغ الممرضة، بس انا ما انا قلت ان انا همسحها كلين هنضفها، فانا مش عارفة صح ولا. برضو جالي سؤال اللي هي السؤال اللي هي العينات، جاية العينة أكتر حاجة المفروض أنت تاخدي بالك منها وأنت بتسحبي العينة إيه؟ جالي كذا حاجة يا جماعة، جالي إن أنت تسحبيها الصبح بدري، جالي الاختيارين دول، تسحبيها المفروض أنسب وقت إن أنت تسحبي العينة في مورنينج في الصبح بدري، أو إن أنت تعمليها في أنتيسيبتيك تكنيك، ده اللي أنا اخترتها. برضو مش عارفة صح ولا غلط، يعني أنتيسيبتيك تكنيك ولا اللي هي اللي انت سحبها الصبح بدري، انا كنت متلخبطة بينهم بصراحة لان دي صح ودي صح. برضو سؤال، وانت بتغيري الملايات لمريض ماشي، فانت بتغيري له لقيتي ملاية فيها دم وفيها حاجات محطوطة جنبه، انت هتعملي ايه؟ كذا سؤال كذا حاجة، هبلغ الممرضة ولا هسأله ايه ده ولا هعمل ايه؟ اكتر حاجة كانت صح ان انا هلبس جلافز واشيلها احطها في الهامبر باك. جالي برضو سؤال، بقول لك ممرضة قالت لك احنا هنشتغل مع المريض، والمريض ده عنده الويندو بتاعه لارج وكمان في سوائل كتير وهتتعاملي مع حاجات كتير، ايه اللي انت هتلبسيها؟ كان جاي لها هلبس الماسك بس، هلبس الجاون والماسك، هلبس انا قلت هلبس الجاون والماسك والجلافز والجاون والماسك والاوفر هيد. برضو جالي سؤال، انت بتحركي رجل المريض في السرير ليه؟ بتحركها ليه؟ عشان السيركوليشن ولا عشان ايه؟ انا عن نفسي اخترت عشان اللي هي الالسر، البيض الالسر، مش عارفه بقى هي صح ولا غلط. جالي برضو سؤال، المراه الحامل وهي راح تعمل سونار المفروض ايه؟ المفروض تكون البلادر فول بلادر. جالي سؤال المفروض البلادر بتكون ايه؟ اقل من مستوى المثانه. وجالي سؤال اللي هو في السي بي لما بنعمل سي بي ار للمريض المفروض بيبقى كام انش، بتضغطي كام انش. سؤال، طفله ام عندها طفله والطفله دي معاقه او فيها حاجه، انت المفروض هتعلمي الام ايه؟ يعني ايه النصيحه اللي تديها الام؟ طبعا هتنام على جنبها، انت هتعلمها ان انت بتعملي الكير او كده، بتنيمي الطفله على جنبها. برضو سؤال طفل داخل الطوارئ عنده 6 سنين، فانت هتعملي ايه وهو بالح حاجه او حاجه واقفه في زوره، فانت بتعملي ايه؟ منوره هملك ولا هتعملي ايه؟ انا قلت هنيمه على جنبه واسحبها بالفنجر، واسحب الحاجه اللي جواه جوه بقه بالفنجر، انا برضو مش عارفه هي صح ولا غلط. جالي سؤال ست، وانت اللي هو جالي سؤال بتاع برضو الكير برينيال كير للفيميل، فانا عملتها من الفرونت تو باك طبعا كلنا عارفينها.
وجالي سؤال لست واقفه وانت انت بتكلميها او حاجه، فهي يعني حست ان هي هيغمى عليها وحست ان هي هتقع، وحست اول حاجه هتعملي ايه؟ كان جالي سؤال، جالي اختيارين، دول كنت ايه ركزت فيهم شويه فاخترت واحده. قال لك هترفعي رجل المريضه ولا هتساعدها ان هي تقعد او تنام على الارض، تقعد على الارض. طبعا انا اخترت ان انا هساعدها ان انا هنيمها على الارض او كده. مريض جالي برضو سؤال ان انت مريضة، دخلت الأوضة لقيتي فيه دم في كل حتة، هتعملي ايه؟ هبلغ الممرضة. جالي برضو سؤال درجة حرارة الباس ايه، الحمام ايه، هتبقى المية يعني بتاعة الحمام وكده انت هتعمليها للمريض 105 فهرنهايت. جالي سؤال مريض عنده هايبر تنشن، هتعملي ايه؟ طبعا هتقللي ايه، هقلل الصوديوم، هقلل الصوديوم في الاكل. جالي سؤال برضو القف بيكون ايه من الالبو قد ايه، 2.5 او 2.5 سم من الالبو. مريض عمل كولوستومي، عمل عملية وعمل ايه كولوستومي وكده، فبيقول لي انتي اول حاجة يعني بعد دخل بقى وخلاص وفي السرير وكده هتعملي ايه؟ هتلاحظي البين، هتلاحظي مثلا في احمرار حواليه، ولا هتغسلي تغسلي حواليها بمية وصابون؟ ده اللي انا اخترتها، اللي انا هغسل حواليها بمية وصابون. قال قياس مستوى السمع ايه؟ ان انا طبعا الشكر رنانة، هتبقى الشكر رنانة. زي برضو سؤال اللي هي عن بيقول لك الجلد من فوق مسلوخ او حاجة زي كده، ده هتبقى ايه؟ جالي سؤال بتاع الكاحل، صورة كده الكاحل من فوق وزي ما كنا مخيطه او حاجة ومركب فيه شرايح ومسامير او كده، يعني اللي فهمته ان هو مركب فيه شرايح او حاجة، وبعدين بيقول لك ده ايه؟ فانا عملتها اوبن اللي هو الاوبن ووند اللي هو جرح مفتوح انترنال في فيكسيشن، فانا مش عارفه هي صح ولا غلط، في اكسترنال فيكسيشن بس انا اخترت انترنال اللي هو داخلي، هو اصلا عامل داخلي بس هو جرح مفتوح، ده برضو اخترتها. السؤال بتاع الممرضه شمت ريحه دخانه وكده، اول حاجه هتعملها طبعا هتنقل المريض في مكان امن. جالي برضو سؤال اللي هو المريض عايز ان هي عايزه تغير له وكده، والمفروض هو هتختار هدومه ولا هي مش هتاخد رايه ولا هتعمل ايه؟ انا اخترت ان هي هتشاركه في ان هو يختار هدومه او اللبس بتاعه يعني. برضو ان في ان قال لك ان انت هتعمل كولكت للعينات بتاعت اليورين، وان دي هاي انفكشن تمام، فانت المفروض هتعملي ايه؟ هتجمعيها عادي ولا هتعملي؟ طبعا انا قلت انا هلبس البي بي ايه وبعد كده اجمعها، ده انا اخترتها. البنت اللي دخلت انت بتعملي لمامتها كير او بتعملي لها اجراء معين، وبنت دخلت وقالت لك لا او كده او معترضه، فانت هتقولي لها ان مامتك بتحب الكير ده. ده جالي برضو السؤال ده. جالي برضو سؤال يا جماعه اللي هو التمبانكتومي، المفروض في التمبانك اللي هي اللي في الاير بيقول لك هي فاتحه فيها وبتدخلي تيوب، ولا هي بتشيل البوم بتاع التمبانك خالص، بتشيل عظمة التمبانك خالص، ولا انا اخترت اللي هي فاتحة في التيوب وفيها فاتحة في التمبانك دي وفيها تيوب، فانا مش هشيل العظمة خالص، مش عارفة والله هي دي اللي انا اخترتها. مريض رايح يعمل عملية فانت المفروض هتعملي ايه؟ فمن ضمن الاختيارات ان انا هشيل سماعة الاذن بتاعت المريض، برضو ده اللي انا اخترته. مريض خلاص في مريض في خلاص في ايامه الاخيرة وكده، فانت المفروض هتعملي ايه؟ هتقولي مثلا للناس اللي حواليه، هتقولي لعيلته، يعني للمرضى اللي حواليه هتقولي لعيلته، هتعملي ايه؟ ولا هتديله اكبر وقت ممكن ان انت تقعدي معاه وتسمعيه؟ ده اللي انا اخترته. الست اللي داخله الطوارئ وبتكلميها ما بتردش عليكي، ومهما تقوليها مش فاهماكي وكده، هتعملي ايه؟ فده ايه الممرضه ايه اللي ممكن تكون الست دي ايه؟ طبعا لوس اوف الهيرنج، عندها فقد في السمع. اللي هي السؤال اللي لما انت خدتي المريض وراح تعملي له اكس راي وكده وانت نسيتي الريكوست،
هتعملي ايه؟ كان في كذا حاجه، بس انا طبعا اللي اخترتها ان انا هرن على ممرضه تانية او حاجه تجيب لي الريكوست. وبرده مريض رايح يعمل اكس راي وهو على اكسجين، فانتي المفروض هتعملي ايه؟ هتبلغي الممرضه، وطبعا مش هتخليه يروح يعمل، ولا مش هتخليه يروح يعمل الأشعة، ولا هتبلغي الممرضة، ولا هتطلبي أسطوانة أكسجين. ده اللي أنا اخترتها. مريض برضو جاي لك كذا كذا مريض عنده كذا عرض، ومن ضمن الأعراض ديت إن نسبة الجلوكوز في الدم عالية، ماشي. فالمهم فهو جايب لي كده راس السؤال وشرح لي فيه كذا كذا حاجة وكذا كذا عرض، بس في نص الأعراض كده ان في نسبة الجلوكوز في الدم عالية. وجالي برضو في السؤال بقى المباشر، يعني هو جاب لي سيتويشن بعد كده، فبيقول لي المريض ده عنده مرض ايه؟ طيب انا عنده مرض دايبيتس ميليتس، السكر. مريضة لا مريضة ما مش بتشوف، ماشي، كفيفة وكده، ودخلت وهي عايزة تبقى تروح وتيجي يعني داخلة في الأوضة جديدة وكده. فأنت تعملي إيه؟ طبعا هتشيلي أي حاجة من طريقها إن هي تعوقها. المريض لسه داخل جديد او كده، فانت ايه اللي انت هتنصحيه بيه او هتقولي له؟ طبعا هتعرفيه في كذا سؤال، هتعرفيه على المرضى، ولا هتسيب الباب مفتوح، ولا هتعملي ايه؟ انا عملت تفعيل الكولايت، زر جرس يعني الانذار او زر لاي حاجه ما يعوزها يتك عليها وكده. جالي برضو سؤال المريض دلوقتي، هو داخل في مريض موجود في الحجرة، وفي طفل داخل وعنده كذا، عنده تعبان يعني وكده. فالمريض بين قال لك ايه؟ فبيسألك انت هو الطفل ده عنده ايه ولا كده؟ فانت ايه اللي هتجاوبي عليه؟ تقولي له هتقولي له الحالة بتاعته، ولا هتقولي له انت يعني هتكلميه بطريقة مش حلوة، ولا هتعملي ايه؟ طبعا انا اخترت ان انا هحافظ على البرايفسي بتاع ال المريض ومش هقول له. برضو يا جماعة سؤال الطفل اللي جاي في الطوارئ، وان الممرضة مش فاضية وقالت لك اسحبي له عينة من الهيل، وانت رحت لقيت الهيل زرقاء، الكعب المريض او كده كعب الطفل ازرق، هتعملي ايه؟ هتبلغي الممرضة، ولا هتقولي للدكتور ما ينفعش ان احنا نسحب له، ولا كده؟ طبعا انا هبلغ الممرضة وهي تبقى تقول للدكتور بقى، ولا تيجي تتصرف. برضو جالي سؤال اللي هو بتاع الماسك، طريقة خلع الماسك، بتلخبط برضو، هي سهلة وكل حاجة بس ايه فيها شوية لخبط. ان انت بتفكي الرابطة من تحت الاول وانت بتخلعيه، ولا بتفك بس، ولا بتفك الرابطة من فوق بس، ولا بتفك الرابطة من تحت وبعد كده الاتنين مع بعض، ولا بتفك الرابطة من فوق وبعد كده الاتنين مع بعض؟ طبعا انا اخترت بنفك الرابطة من تحت وبعد كده الاتنين مع بعض. يا جماعه جالي سؤال طريقه مسك الكان، فكنت سامعه ام عمر الله يبارك لها كانت بتقول قبلها بما فيش يعني ان انت لما يجي لك هاند جراسب على طول في للكان، فدي اللي هتختاريها. طبعا انا اخترتها. جالي سؤال ان فورم ابلكيشن، وان الموظف جاي وبيملى بيانات في الابلكيشن وكده. جالي بقى ما جاليش اسماء، كانت ام عمر بتقول لي لو جالكم اسماء اي اول ما تشوفي النيم او كده بتاعت اي حد اختاريها. ما جالي ارقام تليفونات اصدقائه هيحطها، ولا ارقام تليفونات الرؤساء في العمل، ولا جالي انا والله العظيم السؤال ده يا جماعه شوفوه، لان انا عملتها اي حاجه جت بالبركه. انا كنت متوتره اصلا، يعني انا الاسئله فاكراها كلها، بس انا جيت اكترها يعني انا كنت متوتره جدا، ففي الاجابات ما كنتش مركزه، يعني اغلب الاجابات كنت بعيد عليها تاني وبجيبها يعني الحمد لله، بس يعني ايه اسالوا في دي. جالي سؤال برضو يا جماعة ان مريض بينزف من مناخيره، فانت هتعملي ايه من نوز؟ هتعملي ايه؟ هتضغطي مباشر على النوز، ولا هتخلي رقبته او راسه لتحت وكده وبعد كده تضغطي؟ ده اللي انا اخترته، لان ام عمر كانت قايله عليه. برضو السؤال بتاع مريض اتجرح، صبعه اتجرح وبعدين بيطلع والدم بتاعه فاتح، فده هيبقى شريان. برضو السؤال بتاع المريض اللي طلب اكل بالليل، فانت هتراجعي بتاع الدايتيشن بتاعته.
جالي سؤال برضو، المريض بقاله 3 ايام ما عملش حمام ولا اي حاجة، ورافض الاكل وكلام من ده، فانت هتعملي ايه؟ كان جالك من ضمن الاختيارات هتعملي انيما، ولا هتبلغي الممرضة، ولا هتعملي، طبعا انا هبلغ الممرضة. لي مريض ان هو واعي وكل حاجة وفاهم ومدرك اللي بيحصل، وهو رافض ان هو ياكل، وان هو ما مش عايز ياكل، وبقول لك انا عنده صعوبة في البلع وكلام من ده، هتعملي ايه؟ هتجيبي اكل ليه سوفت، وبعدين هتبقى هترجعي له وقت تاني في يوم تاني، يعني وقت تاني في يوم تاني، وتعملي الاكل وتجيبي الاكل سوفت، ولا هتبلغي الممرضة، ولا هتعملي ايه؟ طبعا هبلغ الممرضة، انا ازاي انا هغير الاكل من غير حتى، يعني لازم ابلغ الممرضة. ده اللي انا اكتر سؤال حسيت، اكتر اجابة حسيت ان هي مناسبة. يعني جالي برضو سؤال ان المريض عنده كسر وكده، طب انت هتعملي ايه؟ وهو علامة تبعتيه على ما حد، على ما الطوارئ تيجي، على ما تشوف الكسر ده، طبعا انا هسند الكسر ده بمخدة، ومش هحاول احركه خالص، واخليه ستيبل لحد ما الطوارئ تيجي او الاسعاف تيجي. ده اللي انا اخترته. برضه جالي مريض بيعمل حمام، يعني بيعمل حمام في السرير، او يعني اللي هو بنغسل له وكده، بنعمل له حمام في السرير وكده، شاور في السرير، يعني هو في السرير كده بنمسح له. ايه اكتر حاجه هتحافظي عليه؟ فكان في ان انت حافظي يعني على البريفيز بتاعته، كان في كذا حاجه، ومن ضمن الاسئله، من ضمن الحاجه الغريبه، ان انا هسيب دايما الستاره مفتوحه، بس كان في كذا حاجة، والله أنا مش فاكرة أنا اخترت إيه، بس هو ما قالوش قفل الستارة دي خالص، قالوا حاجة كده كونفيدنشياليتي، يعني فيها، المهم إن فيها خصوصية يعني اخترتها. سؤال الممرضة وهي بتشتغل مع المريضة، جالها مكالمة مهمة جدا، فهي هتعمل إيه؟ هتسيب البروسيجر وترد على المكالمة، ولا هتعمل إيه؟ طبعا أنا قلت هتخلص الأول البروسيجر اللي هي بتشتغله، وبعد كده ترد على المكالمة. وجالي سؤال اللي هو بتاع المعمل، اللي هو اللي معينة راحت المعمل وما عليهاش ليبل، فانت هتعملي ايه؟ طبعا انا هغير العينة خالص، ده اللي انا اخترته. وجالي يا جماعة، جالي صورة الكان، واحدة واقفة وعلى رجل واحدة وتانية رجل التانية، وبقول لك ديت هتبقى ماسكة الكان الصحيحة ايه، او هي هتعمل ايه؟ جالي برضو صورة زي كده، يعني لي اسئلة كتيرة، ومن ضمنها يعني جالي اسئلة كلها، كل دول كلير ليكويد، كلير ليكويد، بس حاجة واحدة بس اللي هي مش كلير ليكويد، فانا اخترت الميلك، اللبن. جالي برضو المريض، الدكتور طلب منك ان انت ترفعي زاوية المريض، في رأس المريض في زاوية 45، يبقى ده الوضع، ده هيبقى وضع ايه؟ سيمي فاولر، ولا فاولر، ولا سوبين، ولا ايه؟ طبعا اخترتها الفاولر. كده انا مش فاكرة اي حاجة تانية، بس اعتبر انا كده معظم الاسئلة اللي جات لي والله هي اللي بعتها، ولو في سؤال جديد، لان كان في اسئلة جديدة انا ما يعتبر ما عرفتهاش، لو في سؤال جديد ان شاء الله هبعته للاستاذ محمد ويبعته لكم، وربنا يوفق الجميع، وربنا ينجحكم كلكم يا رب يا رب، ربنا ينجحكم كلكم وتفرحوا يا رب.